لأني قد أفنيت عمري بالإسراف. لكن يا مخلصي لا تعرض عن قلب فقير بل انظر إليه بغنى رأفتك الذي لا يفرغ. لأني أصرخ إليك يا رب بخشوع قائلا: أخطأت يا بتاه، إلى السماء أماما. أيها السيد إلهنا الصادق في وعدك وغير النادم على مواهبك، يا من دعوت جبلتك دعوة مقدسة إلى هذه السيرة السماوية، أنت كن له معينا لخدمة كنيستك المقدسة. أنمه لكي يعطي في كل تعب من أتعابه الحق ثمراً مرضياً لصلاحك. قدسه واعطه أن يقرأ أقوالك الإلهية ويدرسها بكل حكمة وفهم، حافظاً إياها في سيرة لا عيب فيها. وأما نحن فاجعل نفوسنا في سلام حتى نحتمل بعضنا بعضاً بتواضع حقيقي خالٍ من الرياء، مانحاً إيانا جميعاً ملكوتك السماوي برأفتي ورحفات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. ابننا الروحي شادي يلبس ثوب البر، ثوب الابتهاج على اسم الآب والابن والروح القدس، فلنقل من أجله: يا رب ارحم. يأخذ الجبة المباركة حلة للنقاوة وعدم الفساد على اسم الآب والابن والروح القدس، فلنقل من أجله: يا رب ارحم. يا رب
الكلوسة المباركة ككخوذة رجاء وعدم الشر على اسم الآب والابن والروح القدس، فلنقل من أجله يا رب ارحم. كيري لا يسون كيري المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العالم، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك، نشكرك لأجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب الملك السماوي الإله الأب الضابط الكل، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس. أيها الرب الإله يا حامل الله يا ابن الآب، يا حامل خطايا العالم ارحمنا يا رافع خطايا العالم. تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الأب آمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا ربي علمني حقوقك. لوجيتاس كيري ديدك صون متدك يا متاسو. مبارك أنت يا ربي علمني حقوقك. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشف نفسي لأني قد أخطأت إليك. يا ربي إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت هو إلهي، لأن من قبلك هي عين الحياة، وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك، قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. آجيوس ثيوس آجيوس اسكيروس آجيوس أثانتوس ليسون إيمان. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله.
بسم الآب والابن والروح القدس. بسم الآب والابن والروح القدس. بسم الآب والابن والروح القدس. إلى ربنا أيها الرب إلهنا الذي بالروح القدس الواحد نفسه تقسم المواهب لكل واحد من الذين اخترتهم، يا من منحت كنيستك مراتب متنوعة وأقمت فيها درجات لخدمة أسرارك المقدسة الطاهرة، يا من بسابق معرفتك غير المدركة انتدبت عبدك ميخائيل أيضاً حتى يكون أهلاً لأن يمثل لأن يخدم كنيستك المقدسة، أنت أيها السيد احفظه في كل شيء غير ملوم، وامنحه أن يحب جمال بيتك ويقف أمام أبواب هيكل قدسك ويضيء مصباح مسكن مجدك، واغرسه في كنيستك المقدسة مثل زيتونة مثمرة ليثمر ثمر العدل، وأوضحه في وقت حضورك عبداً كاملاً لك ليتمتع بجائزة الذين أرضوك، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا أيها المؤمنون قد تترب بطاط الجحيم، حللت حكومة الموت وأنقذت الكل من فخاخ العدو، ولما أظهرت ذاتك لرسلك أرسلتهم إلى الكرازة ومنحت بهم سلامك للمسكونة، يا جزيل الرحمة وحده. بارك يا سيد. مباركة مملكة الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل
سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسانية العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. اغفر وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. وعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأن
العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. سبحي يا نفسي الرب، أسبح الرب في حياتي وأرتل إليه ما دمت موجودا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات مرتلين لك هللويا. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات مرتلين لك هللويا. الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها سوني ما سيئته هو نستاصل نكرون سالون دارسي هللويا. يملك الرب إلى الأبد إلهك يا صهيون إلى جيل فجيل. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات مرتلين لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائل لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله يا رب. بأنك الإله الصالح والمحب البشر ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. حذرت من نادى الثلاثة الأيام لكي تطيقنا من الآن فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجد تعتيقنا من الآلاء
Domen che prospes omen Christo تليد الكلمة
الذي قبل الدور ولادة لا تفسر ولا ينطق بها فافرحي يا مسكونة إذا سمعتي ومجدي مع الملائكة والروح الذي سيظهر بمشيئتي طفلا جديدا وهو إلهنا قبل لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان. أيها الإله القدوس المستريح في القدوس القدوس الرب الأسوار ويمجد آمين. قدوسون
الذي لا يموت ارحمنا. اطلع من السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة والصحام التي يمينك غرستها إلى سنين عديدة يا سيد. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδεν και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιάν σου. Εις πολλά έτη من السماء يا رب يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة والصحة التي يمينك غرستها إلى سنين عديدة يا Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Να δυναμείς Άγιος ο Θεός Άγιος Ιστήρος Άγιος ελέησον ημάς. Κύριε σόν του Σεύσεβης
إلى الرب نطلب يا رب ارحم أيها السيد يا رب خالص المؤمنين ونعمله لأنك أنت إنارة نفوسنا وأستاذنا أيها المسيح الإله وإياك نمجد يا رب خالص الحسنين και Παναγιωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη Θεοφίλος, الأب الأقدس الطوباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أوراشليم وسائر أعمال فلسطين وسوريا والعربية وعبر الأردن وقنا الجليل وصهيون المقدس أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدا كريستوفروس الكل الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سفره عديدا كريستوفوروس الكل الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنو عديدا كريستوفوروس الكل الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساقفة على مدينة كرياكوبوليس المقدسة المتقدمة في الكرامة والمتصدرة في الرئاسة على الأردن وسائرها أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدا الله معروف
في أرض يهوذا. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا إخوة، أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع وبداعة وبطول أنات محتملين بعضكم بعضا بالمحبة ومجتهدين في حفظ وحدة الروح برباط السلام، فإنكم جسد واحد وروح واحد كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحد. رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله أب للجميع واحد وهو فوق الجميع وبالجميع في جميعكم، ولكل واحد منا أعطيت النعمة. على مقدار موهبة المسيح سلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. هللويا هللويا هللويا. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير. المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان دنا إلى يسوع إنسان مجرباً له وقائلاً: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحاً؟ وما صالح إلا واحد وهو الله. إنك تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك. فقال: كل هذا قد حفظته منذ صباي. فلما سمع يسوع ذلك قال له: واحدة تعوزك بعد، بع كل شيء لك ووزعه على المساكين فيكون لك كنز في السماء،
وتعالى اتبعني. فلما سمع ذلك حزن لأنه كان غنيا جدا. فلما رآه يسوع قد حزن قال: ما أعسر على ذوي الأموال أن يدخلوا ملكوت الله. إنه لأسهل أن يدخل الجمل من ثقب الإبرة من أن يدخل غني ملكوت الله. فقال السامعون: فمن يستطيع إذن أن يخلص؟ فقال: ما لا يستطاع عند الناس مستطاع عند الله. سلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته. حكمة. إننا نخر لك أيضا بل مرارا كثيرة نجد لك ساجدين ونتضرع إليك أيها الصالح المحب البشر طالبين أن تنظر إلى طلباتنا تطهر نفوسنا وأسادنا من كل الأدناس الجسدية والروحية وتمنحنا أن نمثل أمام مذبحك المقدس غير ملمين ولا مدينين. وهب أيضاً الذين يصلون معنا يا الله النجاح في المعيشة في الإيمان وفي الفهم الروحي. امنحهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة غير ملومين وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة غير مدينين فيستحقوا ملكوتك السماوي. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقاً أن يتقدم إليك أو يدنو منك أو يخدمك يا ملك المجد لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضاً. ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنساناً بلا استحالة ولا تغير وكنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية بهذه الذبيحة غير الدموية بما أنك سيد الكل لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض أيها الرب إلهنا رب السرافيم وملك إسرائيل المستوي على العرش الشيروبي يا من هو وحده القدوس المستريح في القديسين. فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك القاطئ البطال وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير. تجعلني كفؤا بقوة روحك القدوس لأن وأنا لامس نعمة الكهنوت لأن أتمثل لدى مائدتك هذه المقدسة وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم لأجل إليك تقدم حاليا عضوي وأطلب إليك. فلا تصرف وجهك عني ولا تردني من بين جلبانك لكن أهلني لأن تقدم هذه القرابين على يدي أنا عبدك الخاطئ بين المستحق لأنك أنت المقرب والمقرب والقادر والموزع أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع ذلك الذي لا دين له وروحك القدس الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. ابتشروا بي مستقوس كل زندس زوبي أطيقات كل سايو تنطلصات تسباسا للمدكين أبطو مثابات
Salud.
أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل أخ لنا في المسيح أخانا المتروبوليت فينادكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة الأرشمندريت أثناسيوس خريستوفوروس وسابا مع الإيكونوموس إبراهيم جيراسيموس وديودوروس وجورج والشماس المتوحد سيلفستروس مع الإيبوذياكون ميخائيل المستعد للسيامة الشموسية مع الراهب بايسيوس وسيلوان جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة وبانيها مع جميع الذين على فكر كل واحد منكم والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة
وفي جميع أديرة وكنائس المملكة، ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية، البطريرك ثيودوروس، المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين، ورئيس الأساقفة سيلفستروس، مع جميع رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين، الكهنة والشمامسة، الرهبان والراهبات الذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة، مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا، والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين، والذين على فكر كل واحد منكم، مع عبيد الله رئيس الأساقفة ثيوفيلاكتوس والإرشمندريت أنثيموس بانديليمون والإيكونوموس ميخائيل، مع عبيد الله زهير يعقوب سالم ويعقوب والأم إيرينيا، ليذكر الرب والأم مكرينا، ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. كهنوت ومشموسية ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. كثيرون توخرن دوسو سوما سيدوني كثراك يا روما تحت خطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك كيريا لايسو أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل استجب يا
سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا ربنا السلام ورسخك غفرانا خطايانا والصفح عن ذنوبنا ربنا السلام استجب يا الموافقات لنفوسنا والسلام للعالم ربنا السلام ورسخك رياء نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة ربنا السلام استجب يا حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل ورسخك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه مع روحك الكل قدسه الصالح وصانع الحياة لنا وكل وان وإلى دار الداهرين آمين السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر أحبك يا آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه
وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسناً، لنقف بخوف، لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلام ذبيحة التسبيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. لنرفع قلوبنا فهي لنا عند الرب لنشكرن الرب. حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن، هو هو بلا تغير، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى صعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل. فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات، مما نعلمه ومما نجهله، ظاهراً كان أم خفياً. ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك. الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين. وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين: قدوس رب قدوس السماوات والأرض مملؤتان من مجدك. قدوس الرب الصباوت السماء والأرض مملؤتان من مجدك. أنت وابنك الوحيد قدوس، أنت وابنك القداس وابنك الجلال، يا من أحب عالمه بهذا المقدار، حتى إنه بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بل يحصل على الحياة الأبدية. يا من أتى وأتى بالحياة العالم، أخذ خبزاً بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً: خذوا كل هذا، هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين
لمغفرة الخطايا. ونحن بتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا، الصلب والقبر والقيامة الثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. إن نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. بارك يا سيد الخبز المقدس، واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. بارك يا سيد هذه الكأس المقدسة، وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. آمين. باركهما كليهما يا سيد، محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة الروح القدس وملء ملكوت السماوات، والدال لديك لا لدينونة ولا لإدانتنا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا على الإيمان، من الأجداد والآباء، رؤساء الآباء والأنبياء، الرسل والكرزة، المبشرين والشهداء، المعترفين والنساك، وكل محسنين توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام وولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة، سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. ولدتك كلمة الله
وساكنها على الإيمان. اذكر يا رب السائلين في البحر والسائلين في الضم والجوار والبطنيين والأسر لنجاة. اذكر يا والذين يتذكرون مفتقدين المساكين، وارسل مراحمك علينا جميعا. اذكر يا رب اولا ابانا وبطريركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسه بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الايام، مفصلا كلمه حقك باستقامه. المقدسة بسلام صحيحا معافى مكرما مديد الأيام، مفصلا كلمة حقك باستقامة. وإلا جميعنا كافة ولتكن مراحم الإله جميعهم وجميعهن. أعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكل الإكرام والعظيم الجلال، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. روحك أيضا. إن الرسل الكارزين بالله الذين قد رتبوا كل شيء على نظام حسن، ومحفل الآباء المتوشحين بالله الذين خلفوهم قد حددوا في قوانينهم ألا تمنح رتبة الكهنوت الإلهية لأحد دون فحص كثير واختبار مدقق، وذلك لكي لا يخدم الخدمة الإلهية أناس غير أهل لها. فإذ قد حضر إلينا الإبن الروحي شادي غسان طعيم حداد وطلب الحصول على رتبة الكهنوت العظيمة، أوقفته أمام أيقونة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح المقدس، وفحصته بتدقيق قلبه، ووقفت على سيرته من أناس آخرين غيره أيضاً مشهود لهم بالصدق والاستقامة وعارفين أحواله، وإذ لم أجد فيه ما يمنعه من إتمام رغبته أشهد له أنه مستحق لرتبة الكهنوت وبالغ السن المطلوب على موجب ما تأمر به القوانين الإلهية، وقد أعطيته هذا الصك موقعاً بإمضائي بياناً لذلك أنا الأب الروحي. والروح القدس الإله الواحد آمين. بارك أيها السيد القديس صاحب السيادة المطران خريستوفوروس الجزيل الاحترام، قدس الأباء الأجلاء، إخوتي في المسيح من أقارب ومعارف وأنسباء، جمهور المؤمنين الحاضرين والمتابعين عبر المحطات ووسائل التواصل الاجتماعي، في هذه اللحظات الأخيرة التي أقف مودعاً باب حياتي القديمة متقدماً لأنال نعمة الكهنوت وفرح ربي ومخلصي، وقبل استلام رسالتي الجديدة وبدء عملي في حقل الرب في كنيستنا الأرثوذكسية كخادم على مذبح الرب الذي يقبل الضعفاء ويقويهم، الناقصين يكملهم، الذي جذبني وإلى خدمته أفرزني بركة كبيرة منحني، أنا المتأخر في سداد ديني، دعاني مع أصحاب الساعة 11 للعمل في كرمه.
لم يدعني يا سيدي من أجل معرفتي أنا الجاهل، ولا من أجل امتلائي أنا الفارغ، بل من أجل محبته ورأفته علي أنا الخاطئ. قبل تقدمي تلك الخطوة، اسمح لي يا سيدي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، ولأعضاء المجمع المقدس الجزيلي الاحترام، على منحي بركتهم بقبولي أنا غير المستحق خادماً على مذبح الرب. كما وأتقدم بالشكر لك يا صاحب السيادة على دعمك وتشجيعك وصلاتك الدائمة من أجلي، راجياً من الله أن لا يحرمني هذه البركات. الشكر لله الذي قادني في هذا الطريق ودربني ورعاني إلى أن أوصلني لسر التوبة والاعتراف من خلال قدس الأرشمندريت أرتيميوس. الشكر لله الذي قواني بسر المناولة وسندني بالقانون الروحي تحت طاعة أبي الروح الأب ديودوروس حداد، الذي أحزنته كثيراً بجهلاتي وأتعبته أكثر بضعفاتي، الذي رعاني وأرشدني وقادني إلى هذا اليوم المبارك. أقول له: ليعطك الرب يا أبتي القوة والاحتمال، البركة والفرح في أن ترى أولادك الروحيين معك في نفس حقل الخدمة عاملين رعاةً وللنفوس صيادين. الشكر لله الذي أنعم علي بأهل محبين. والدي الذي علماني بحسب معرفتهما وكانا قدوة لي في المحبة والتفاني والعطاء، وأنعم علي بإخوة طيبين. الشكر لله الذي لم يتركني دون رفيق وصديق. نعم، كما قال الكتاب: اثنان خير من واحد، لأنه إذا وقع أحدهما يقيمه رفيقه. الشكر لله الذي أرسل الأخ الذي لم تلده أمي، الواعظ رعد الصناع. الشكر لله الذي حينما حان الوقت بحسب مشيئته وبعد صبر طويل وبحث أكثر من سنوات عن الزوجة الفاضلة المحبة لله والكنيسة التي اشتهاها قلبي كلما قرأت في سفر الأمثال، الشكر لله الذي عوضني عن السنين التي أكلها الجراد وأرسل قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش ليعرفني ويعطيني بركة كبيرة لأكون زوجاً لابنته الروحية المرأة الفاضلة ريم خالد سلكاوي، وابناً جديداً لأهلها الطيبين. الشكر لله الذي أوجدني بأحضان كنيسة القديس جوارجوس، ولا أنسى شكر رعية كنيسة رقاد السيدة العذراء الصلب ورعيها الأب جبرائيل طعامني والأب نكتاريوس حداد. الشكر لله الذي علمني من خلال الآباء الأجلاء والمعلمين في جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، وساندني وثبتني من خلال إخوتي وزملائي. الشكر لله الذي أنعم علي ببركات دير السيدة العذراء ينبوع الحياة دبين، وأخص بالشكر الأم الرئيسة وأخوية الدير المحبوبين بالله. الشكر لله الذي عزاني وعلمني الصلاة ببركات أخوية الدير القديس نكتاريوس، وقواني بمحبة الأخ بورفيريوس والأخ سلوان، ولا أنسى جهود ودعم الأرشمندريت خريستوفوروس حداد وتشجيع الأرشمندريت سابا حوراني، وصبر ومحبة الشماس سيلفستروس عواد، والشكر الموصول لجميع الآباء والأحبة الذين لم يتمكنوا من مشاركتي فرحتي، مترجياً من الجميع أن يصلوا من أجلي أنا الضعيف، والشكر لله دائماً. الإبن الروحي الإيبوذياكون ميخائيل: يا بني، محبة يسوع اليوم بتدعوك
حتى تخدم كنيسته اللي افتداها بدمه الكريم على الصليب معلق، كابد الموت حتى نحن ناخذ الحياة، مات حتى نحن نبقى أحياء، قام حتى يعطينا الحياة الأبدية ونكون أبناء الملكوت السماوي. يا ابني ميخائيل، سمعت كلماتك اللي نابعة من قلب محب لله وللكنيسة وللقريب، سمعت كلماتك بتمعن اللي فيها عرفان بالجميل لكل من حولك. هاد شيء كتير مغبوط من الله، وهاد دائما ربنا بطلبه منا، إن نكون عبيد شاكرين للقريب ولله وليس ناكري للجميل. وإنت ابن روحي، تبعتك في مراحل عديدة، كنت أراقب فيك وأشوفك، وسمعت عنك كثير من كثيرين، ومنهم وأهمهم أباك الروحي قدس الأب ثيودوروس حداد. كنت ابن روحي مطيع، وطاعتك أثمرت بمحبة الكل إليك، صرت محبوب وين ما وطئت قدماك. كنت أشوف الكل شو كان يحكي عنك بعد ما تغادر أي مكان تكون فيه، اللي كنت أتلمسه محبة لإلك. وهاد بدل على محبة أهلك والبيت اللي ربيت فيه، اللي ربنا يباركه، لأنه بيوتنا قديش مهم إنها تكون بيوت مسيحية فيها روح الله وفيها ريحة البخور وعطارة القداسة. عشان هيك طوبى لوالديك، وهاي الطاعة طاعتك أثمرت كمان إنه ربنا منحك زوجة صالحة اللي هي بنتنا الروحية ريم، اللي سمعت عنها كمان كثير. وين ما ذهبتوا انتوا مع بعض، كنت أشوف قديش هي داعمة حقيقية لإلك، وقديش بتعمل كل شيء من محبة للكنيسة، ومحبة لإلك، ومحبة للقريب. وهون شفت كمان إنها تصلح أن تكون خورية، لأنه مكانة زوجة الشماس ومن ثم الكاهن مهمة لبيت الكاهن وحياته الروحية وحياته الأسرية بداخل بيته. ربنا يعطيكم الاثنين مع بعضكم البعض، تصيروا هاي الحياة الجديدة اللي انت مدعو إلها من اليوم. طاعتك كمان أعطتك إشي كتير عظيم، اللي هو سر الكهنوت المقدس، اللي اليوم انت ببركة أبينا صاحب الغبطة وعلى يد حقارتي رح تنال أول درجة من درجات الكهنوت اللي هي الشموسية. دعوة عظيمة، موهبة ما بقدر اللسان البشري إنه يوصفها، فقط بكفي كلام أباء الكنيسة القديسين: تشتهي الملائكة التطلع ورؤية اللي العمل اللي بيقوم فيه الكاهن وهو يتمم الذبيحة. الملائكة بتشتهي العمل اللي نحن بنعمله يا ابني. شوف محبة الله وشوف حقارتنا، شوف محبة يسوع وشوف ضعفنا، شوف حضن يسوع وشوف نكران جميلنا. نحن الكهنة
نتمم ما تشتهي الملائكة أن تتممه. وعشان هيك كيف لازم نكون حتى نكون في هذا المكان ونكون بهذا الموقع؟ القديس ماكسيموس المعترف بيحكي لازم نكون من النقاء، بنقاء الملائكة على الأقل، حتى نقدر إن نوقف في المكان اللي نحن واقفين فيه. يا ويلنا، ولكن رحمة الله عظيمة ورحمته جزيلة. عشان هيك يا ابني دائما اتذكر هذا الحب والحضن اللي اليوم بنفتح لك من ربنا بكنيسته اللي هي جسده، واخدم فيها زي ما عرفناك وأكثر، بمحبة بتفاني وإخلاص. على فكرة راقبتك بمراحل كثيرة لما كنت أروح لكثير من الكنائس، كنت أشوفك إنك أنت عينين رعد اللي ربنا سمح إنه ما يكون عنده، ولكن عنده أشياء اللي دائماً بحكيها رعد كثير أكثر من نحن اللي منشوف أو منفكر إن نحن منشوف. ولكن كنت أشوفك لإله دائماً معين، كنت أشوف محبتك، كنت أشوف صبرك، كنت أشوف تواضعك، وهي كلها أمور اللي لازم تنميها أكثر وأكثر من هاي اللحظة وصاعد. لأنه مرحلة الشموسية هي مرحلة مهمة في درجات الكهنوت، مع إنها الدرجة الأولى ولكنها مهمة، لأنه فيها لازم نتدرب على الخدمة، يعني لازم نعود فكرنا وقلبنا كيف منا نكون خدام. تعرف شو يعني الخادم؟ يعني العبد، هاي معناتها الخادم. قديش مهم إنه ندرب فكرنا وقلبنا إن نكون خدام. خدام لمين؟ للمسيح. خدام لمين؟ للكنيسة، لبيته اللي هي الكنيسة. خدام لمين؟ لشعبه اللي هو افتدى بدمه الكريم على الصليب. يا ابني ما تنسى إنه كل نفس من نفوس أبناء الرعية قديش ثمينة وغالية عند المسيح. ثمنها دمه. هاي النفوس أنت مدعو إنك تختمها. قديش بده يكون عندك إحساس بالعبودية، قديش إحساس إنك خادم، قديش إحساس إنك أنت آخر الكل. ربنا رح يرفعك، رح يعطيك زي ما بتشوفه وبعطيك. ربنا بعطي، ولكن نحن إيانا. إذا منفكر إنه اللي بعطينا إياه الله منا نستخدمه بسوء أو بكبرياء أو بعجرفة، ولكن نحن خدام، عبيد بطالين، تراب ولا شيء. نحن في فترة الشموسية قلبك وذهنك بده ينمو على هذا الإشي، وهي هي المرحلة اللي فيها من موت الكبرياء اللي فينا، من موت إنساننا العتيق، من موت هذا الكبرياء اللي منفكر إنه نحن شيء. يسوع بده يموتنا عن أهواء العالم، حتى إيش؟ حتى يقدر يعطينا حياته، حتى يعطينا روحه القدوس. وقتها بيجي وبيكمل الناقص اللي فينا حتى يكمل الكل. الرسول بولس شو كان يحكي؟ ما عندنا شيء وبنعطي كل شيء، نحن فقراء ومنغني كثيرين. هاي هي عمل النعمة، نعمة الروح القدس اللي انت هلأ رح تختبرها بعنصرتك الخاصة الشخصية بحلول الروح القدس عليك. هاي النعمة بدك تكون عبد مستحق وصبور ومتواضع حتى تقدر انه هاي النعمة تموت الكبرياء اللي فيك، تموت الأنانية اللي فيك، تموت حبك لنفسك، حبك للعالم، وبقصد العالم، عالم الخطية، عالم هذا الدهر،
حتى تقدر إنه يحيى المسيح فيك. من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. شو معناته ينكر نفسه؟ يعني يموت عن العالم، وهذا الموت يكتمل بحمله صليبه، صليبه الشخصي اللي فيه بجاهد جهادات روحية حتى يقدر إنه يحب المسيح ويعشق، يعشق المسيح. لأنه فقط اللي بيخلينا بقرب الكنيسة والمسيح هو الحب والعشق يا ابني، اللي بيجي من قلب متواضع، اللي فيه منتحمل زي ما الله بتحمل ضعفاتنا، نحن كمان مدعوين إنه نتحمل ضعفات قريبنا. بتحملك لضعفات القريب رح تختبر حبك ليسوع. كل ما رح تشوف نفسك بتتحمل ضعفات القريب، كل ما رح تعرف إنك بتنمو في التواضع، بتتكمل في الطاعة، وبتنمو في المحبة للقريب ولله. عشان هيك دائما بصبر اتحمل ضيقات هذا الزمن. هاي الضيقات كتير مرات بتجينا من جهات عديدة ما بدي أذكرها لضيق الوقت، ولكن رح تختبرها بحياتك الشخصية يا ابني، لأنه طريق الكهنوت هي طريق جلجلة اللي فيها منختبر كل يوم ضيق العالم. في العالم ستكونون في ضيق، حكالنا يسوعنا الحلو معلمنا، ولكن ثقوا، حكالنا أنا قد غلبت العالم. معناته يا ابني في العالم ستكون في ضيق، وهذا الضيق رح يأتيك من جهات عديدة. ما تتطلع على الضيق كسحابة سوداء، ولكن اتطلع على الضيق كدواء اللي بيبعث الله وبيسمح فيه لخلاصك، وحتى نفسك تتطبب، حتى تصير انت اكثر بالفضيلة، حتى تتقدس، حتى تتكمل. وهيك رح تحب اللي بيسبب لك ضيق، مش رح تكرهه، رح تشكره لأن الله استخدمه حتى يكون سبب لتقدمك، لنضوجك، لكمالك، لتقديسك. هو شو رح يعمل مع الله بينه وبين ربه ما بيحمنه، ولكن انت بتستفيد منه. عشان هيك بتتعلم انك تحبه. عشان هيك علمنا يسوع انه نحب اعدائنا. نحن المسيحيين ما بنعمل هذا الشيء، نحن منكره، منحقد، ما بنتسامح، بنكون قاسيين قلبنا على القريب. لا يا ابني، اوعك تعود قلبك انه يكون قاسي. خلي قلبك حنون، خلي قلبك لطيف، مليء بالحنان، بالعطف، بطول الأناء، لأنه كل شيء الله يستخدمه لأحبائه بيستخدمه بصلاح، بحكمة. عشان هيك ثق بالله وبصلاح الله في حياتك الكهنوتية من هاي اللحظة وصاعد. ربنا يا ابني بصلوات أبينا وبطريركنا وأباء المجمع وإخوتك الكهن الملتفين حواليك واللي ما تمكنوا من الوجود لأنه اليوم الأحد، كثيرين حكوا لي حابين يكونوا، صلاتهم وصلاتنا بترافقك في هاي اللحظات يا ابني. ربنا يبارك زوجتك اللي من هاي اللحظة هي كمان بتدخل معك في هاي الطريق. ما تخافوا شيء، محبتكم لبعضكم البعض اللي رح تترجم بالصلاة تولع تشتعل، وبحياتكم رح يكون كل إشي ببركة بنعمة. ما تهابوا من شيء، ما تقلقوا لشيء، ما تخافوا من شيء، لأنه معكم المسيح، معكم أمنا العذراء، معكم القديسين والقديسات،
ومعك أنت إشي كتير مميز، شفيعك من هاي اللحظة رئيس الملائكة ميخائيل. في أعظم منه؟ رئيس الملائكة ميخائيل من هاي اللحظة هو شفيعك، هو موجود هلأ، هو رح يدخلك هلأ. ما تفكر رح يدخلك أبونا ذيودروس والشماس سيلفستروس، رئيس الملائكة ميخائيل هو رح يدخلك هلأ لقدس الأقداس. هو معك، ثق بوجوده وافرح لأنه يسوع بحبك. تعال لفرح ربك. بسم الآب والابن والروح القدس. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس. أمين. أيها الشهداء القديسون الذين جدتم حسنا وتكللتم النعمة الإلهية التي في كل حين للمرضى تشفي وللناقصين تكمل هي تنتدب الإيبوذياكون ميخائيل الكلي الورع إلى درجة الشموسية
فلنطلبن من أجله لكي تحل عليهم نعمة الروح الكلي قدسه. إلى الرب نطلب. أيها الرب إلهنا، يا من بسابق معرفته ترسل موهبة روحك القدوس على المنتدبين من قوتك التي لا يستقصى إثرها، لأن يكونوا خداما يخدمون أسرارك الطاهرة، أنت أيها السيد احفظ في الوقار التام عبدك هذا ميخائيل الذي ارتضيت بأن يرسم مني لخدمة الشموسية. اجعله يحفظ سر الإيمان بضمير نقي، وامنحه النعمة التي منحتها استفانوس أول شهدائك الذي دعوته أولا لعمل خدمتك، وأهله لأن يعمل على ما يرضيك بالدرجة الممنوحة له من صلاحك، لأن الذين يحسنون الخدمة يقتنون لأنفسهم درجة حسنة. واجعله لك عبدا كاملا، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين، أمين. بسلام إلى الرب نطلب. من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفروس وكهنوته ومعاضدته وبقائه سالما ومعافا، ولأجل خلاصه وعمل يديه إلى الرب نطلب. من أجل عبد الله ميخائيل المرتسم الآن شماسا وخلاصه إلى الرب نطلب، لكي يمنحه إلهنا المحب البشر خدمة لا عيب فيها ولا شائبة إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة المحروسة من الله وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائق البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. أيها الإله مخلصنا، يا من بصوته الخارد سنى لرسله ناموس الشموسية وأقام استفانوس أول الشهداء بكورة، من أتم ما كتب في إنجيلك المقدس، من أراد أن يكون فيكم الأول فليكن لكم خادما. أنت يا سيد الكل الذي أهلت عبدك هذا ميخائيل للدخول في خدمة الشموسية، املأه من كل إيمان ومحبة وقدرة وقداسة بحلول روحك القدوس المحيي، لأنه ليس بوضع يدي بل بافتقاد رأفتك الغنية تعطى النعمة لمن أهلتهم لك، حتى يصير بعيدا عن كل خطيئة فيقف لديك بلا عيب في يوم دينونتك المرهوب وينال أجرة وعدك الصادق. لأنك أنت إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين، أمين. Αξιός. ألبسني ثوب الخلاص وسربلني بقميص السرور، ووضع علي تاجا مثل عروس وزينني زينة عروسة كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين.
مستحق 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 كريو ذي ثومن قدوساً 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 رب السبوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك من أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن للجميع خادماً كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أكسيوس أكسيوس بالقوة يدك اليمنى يا رب حطمت العداء وبوفور مجدك سحقت العداد كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين مستحق مستحق فأتعلم وصاياك كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أكسيوس أكسيوس تغيير يمين العلي
صانع العجائب وحده. بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب يا رب ارحم، من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبل على مذبح السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم، فاضض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئة. الرب نسى استجب يا رب، ملاك سلام مرشداً أميناً حافظاً لنفوسنا وأجسادنا. الرب نسى غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا. الرب نسى استجب يا رب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. الرب نسى أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. الرب نسى استجب يا رب أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسى بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب والسيد أن ننصر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي، ونقول أبانا الذي في السماوات ليتحدث اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر. إن لك الملك والقوة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس كان قبلان إلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. لنحن رؤوسنا للرب لك يا رب. نشكرك أيها الملك الذي لا يدرك الأبصار، يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا، بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء وانظر الذين أحن لك رؤوسهم،
فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه جميعا من الأمور حتى يكون للخير لنا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر، ورافق المسافرين في البر والجو، واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا. نعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس، من عرش مجد ملكك، هلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور. أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. أرفع فلنصغي المقدسات للقديسين. قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الله الآب. Yeah.
ظهر لنا مبارك الاتي باسم الرب. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي واخذنا الروح السماوي ووجدنا الايمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم لانه خلصنا. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب، لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لاهجين على الدوام ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهي المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحيي الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد سؤالنا ان يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئات، لنودع انفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. يا رب إنا نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا، لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضاً لأسرارك السماوية غير المائتة. اجعل طريقنا قويمة، ثبتنا جميعاً في خشيتك، احفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة سيدتنا والدة الإله وجميع قديسيك. لأنك أنت تقديسنا ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا كل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم الرب بارك أيها السيد القديس. يا رب، يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملء كنيستك. قدس الذين يحبون بهاء بيتك، أن تشرفهم عوض ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، فلك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين لآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، بسم الرب بارك يا سيد.
أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم 72، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيد الشهداء الحسن بن بشر، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجهين إلى الله المعادلين الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين لسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة ارحمنا يا سيد. بصلوات بين القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة ومباركة وبالقداسة سلمتمكم. أبونا الشماس ميخائيل، كمان مرة ألف مبروك إليك ولأهلك ولكل أبناء رعيتنا في الأردن وفي بطريركيتنا المقدسية. ربنا يحميك ويوفقك لمجد الكنيسة ومجد اسمه القدوس. ألف مبروك، ألف مبروك أبنائي. بحب يسلم على أبونا.